اختتمت اليوم مناقشات الطاولة المستديرة بعنوان الاحتيال الإلكتروني التحديات والمواجهة، والتي انطلقت يوم أمس برعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين. نعم، جاء تنظيم مناقشات الطاولة المستديرة بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة من الجهات المعنية بمواجهة الاحتيال الإلكتروني. خلال المناقشات عرضت نيابة الجرائم الإلكترونية والمختصة بتحقيق جرائم الاحتيال الإلكتروني أبرز التحديات في مواجهة تلك الجريمة المستحدثة والحلول المقترحة لخفض وتيرة انتشارها، كما عرضت الجهات المشاركة رؤيتها في شأن الحلول للتحديات القانونية والفنية ذات الصلة بغية تتبع الأموال والعمل على استردادها، فضلا عن تذليل كافة الصعوبات العملية في سبيل تعقب مرتكبي تلك الجرائم وملاحقتهم محليا ودوليا. نشكر النيابة العامة ومصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين دراسات المصرفية ومعهد دراسات القضائية والقانونية على مبادرتهم، واعتقد هي مبادرة يعني ممتازة، واللي تأتي طبعا لتعزيز الحماية الأمنية للاحتيالات الإلكترونية. وانا اعتقد الدائرة المستديرة اليوم ناقشت قضايا هامة وخرجت بتوصيات ومقترحات كفيلة ان شاء الله ان تأمن الأمن والسلامة للمستخدمين في تطبيقات المعاملات المصرفية. انتهت اليوم بتوصيات مهمة من خلال مواصلة العزم على مكافحة هذا النوع من الجريمة. هذه التوصيات التي خرجت بها اليوم سوف تستمر لعدة أشهر أو عدة سنوات قادمة لحين مكافحة هذا النوع من الجرائم بشكل مستمر. عقد العزم الجميع على مكافحة هذه الجريمة ومواصلة الاجتماعات المستمرة، وفي الختام تقرر أن يكون هناك إنشاء مركز اتصال يشمل جميع الجهات، وذلك لبغية مكافحة هذه الجريمة والتحفظ على الأموال الناشئة منها. في ظل التطور اللي يشهده العالم اليوم في مجال التحول الرقمي والثورة المعلوماتية، لا شك أن هالشيء سهل كثير علينا في الحياة وذلل كثير من العقبات، ولكن من جانب آخر أكيد حصل تطور آخر في مفهوم أو في الجريمة الإلكترونية نفسها، بحيث أنها أصبحت أيضا جريمة متطورة وتستخدم أدوات كثيرة إلكترونية، وهذا الشيء أكيد يحتاج معالجة وتضافر جهود من عدة جهات.